الإسلام سليم. اليوم جاني عبر جوال اتصال في يوم عاشوراء وكلنا صائمين. جاوبت جوالي وقالوا لي تعال ما ظنتي في ناس في متآمرين. خرجت من بيتي وفي كل العيال ولا افتكرت اني مفارق للبنين. قصيدة محزنة بعنوان قصة سجين، كلمات سمير شوعي علي الجيشي، محاور حجة نجرة بيت الحبيشي، بعنوان يا منصف المظلوم. يلحنها فايز ابو شمس عزفاء ابو خليل عبد فرحان وايقحاز بيت فرحان، مع تحيات تسجيلات الفايز دمار اليمن. يا رب سالك يا ما نرسيت الجبال، يا عالمي في ضيق صدري والحنين، سؤال مظلوم ما بغيرك قد سأل، يا منصف المظلوم وانت له معين، طالب رضاتك وحدانا خير العمل والمغفرة يا رب في دنيا ودين، النفس ضاقت ما بقي غيرك عمل، ذي حكمك على فوق كل الحاكمين. من بعدكم يا هاجسي هات العقال، قصة بها تروي دروب انسان سجين، من يوم جاني عبر جوال اتصال في يوم عاشوراء وكنا صايمين، جوابت جوالي وقالوا لي تعال ما ظنتي في ناس بي متآمرين، خرجت من بيتي وفي كل العيال ولا افتكرت اني مفارق للبنين. خرجت من بيتي وفي كل العيال ولا افتكرت اني مفارق للبنين، جاوبت داعي يوم ما الدعوة همال واني بفرقة كلهم متسلحين، جاوبت داعي يوم ما الدعوة همال واني بفرقة كلهم متسلحين، سألتهم وش دي جرى يا ابو الرجال، عبر الرقم جينا إلك متخصصين. سألتهم وش ذي جرى يا ابو الرجال، عبر الرقم جينا إلك متخصصين، وفتشوا سيارتي واجبر النزول وتاليتها البيت وما هم مؤمرين، وفتشوا سيارتي واجبر النزول وتاليتها البيت وما هم مؤمرين، وصلتهم لا عزبتي بلي محل من قبل يكون الأهل هم متواجدين. وصلتهم لا عزبتي ديلي محل من قبل يكون الأهل هم متواجدين، عدوهم بحاملين كل الزعل والبيت في غير المكان مستاجرين، قالوا نصلى شقتك وقت العجل ولا ترى للعنف لك مستخدمين، فقلت ما راح أوصلك مهما حصل إلا بعد مخرج جميع الساكنين. ف
قلت ما راح أوصلك مهما حصل لبعد ما خرج جميع الساكنين لبعد ما يخرج الآن على أقل وفي المهمة كن متعاونين وفتشوا للبيت ساعات طوال ولا لقوا عندي بما هم مدعين ولا عرفت شدي جرى ولا حصل قالوا نريدك للإدارة كلمتين ولا عرفت اشتي جرى ولا حصل قالوا نريدك للإدارة بكلمتين لانك باري ماشي معنا يد دليل سيارتي معهم لها هم بايعين بقيت في التحقيق سنة نفس السؤال وانا براء ما معي له ما يدين ولا دعا حقق ومنه يوم مل رفع قضية لا يدين الحاكمين والادعاء حقق ومنه يوم مال رفع قضية لا يدين الحاكمين من بعدها مرت سنة في المعتقل وانا من الفرقة دموعي يسكبين سوى 13 طلب كيف يصل في حل يتبتني بتاكات تهمتين يا حضرة القاضي وربي ما يقل اني بري منه وكم دي حاقدين يا حضرة القاضي وربي ما يبال فني بري منه وكم بي حاقدين هم البسولي تهمتين هذا محال احكم بما يرضاه رب العالمين والله من الدنيا تمنيت الزوال يمكن يحكمني لذمه قابضين رفضت في حكمي ولا اعطاني مجال قال حكمتك مثل ذي متورطين والله من الدنيا تمنيت الزوال يمقال يحكمني لذمه قابضين رفضت في حكمي ولا اعطاني مجال قال حكمتك مثل ذي متورطين الشيخ بن صلوي وقاضي للعدل حكم علي دون برهان مبين يا ويل من حمل لنفسه للثقال بالذات منكم يا القضاة الحاكمين من ذي يقن للبشر بالاعتدال ومن يعد حقي من المتسلطين هذه مهمة رغم كل الاحتمال فتبينوا في الحكم ذيبه ناطقين والحكم لله فوق حكمه هو جليل ينهل قبل يفضل لكل الظالمين عانيت في سجني حرام العقل مال واشتاق للي من عيوني غايبين الله يخرجك
سجناتي يا مسلمين أعالي الأوقات باه من كل حال في سجن جيزان قد ما كثت 4 سنين وعشت في تفكير وسارح في خيال في سجن قابع عنانا للزائرين بين 4 جدران ما فيها أمل لعودة المظلوم لأهله والبنين بين 4 جدران ما فيها أمل لعودة المظلوم لأهله والبنين وأبو واصل من ذا الزمان جه الملل يكفي عناء مشتاق للي مبعدين وأبو واصل من ذا الزمان جه الملل يكفي عناء مشتاق للي مبعدين والختم صلي للنبي ضه الأجل ختم الرسل والأنبياء ضه الأمين تواصل مع بايز ابو شمس على هاتف 7216904090 او 7111504900